تظاهر عشرات الآلاف من الغاضبين في بنغلاديش بمناسبة عيد العمال مطالبين بشنق مالكي مصانع للملابس تقع في مبنى أدى انهياره إلى مقتل أكثر من 400 عامل وفقدان أكثر من 149 آخرين قبل أسبوع. حدثت المأساة لأن المالك لم يحترم قانون البناء. صاحب المعمل مذنب أيضا وليس فقط مالك البناء، كما تتحمل الحكومة المسؤولية. وعلى الرغم من الدعوات إلى الهدوء التي أطلقتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، ما زال الغضب يعم الشوارع بعد أسوأ حادث صناعي في هذا البلد الفقير، وتخشى السلطات أعمال عنف وتخريب في مصانع النسيج. الماركات العالمية متواجدة في بنغلاديش بسبب تدني كلفة اليد العاملة. يعتقدون أن العمال ليسوا من الجنس البشري، يعتقدون أنهم أدوات من أجل تحصيل الأرباح التجارية. وحتى الآن أوقف 7 أشخاص بتهمة القتل غير العمد، بينهم مالك مبنى راما بلازا، ومهندسون سمحوا بعودة العمال إلى العمل في المبنى على الرغم من ظهور تشققات فيه، وقد مثلوا أمام القضاء وهم يرتدون سترات واقية من الرصاص.